المخرج اللبناني عادل سرحان، اهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميس نيشن. اهلا وسهلا فيكم، اعطونا متابعينا. استاذ عادل، نحن اليوم متواجدين بانطلاق فيلمك الجديد بيترويت، خبرنا اكثر عنه. بيترويت وملخص لقضيه العصر اللي هي صرنا تقريبا تعبانين كثير منها، وكل الناس عم تشكي منها، وهي قضيه العنف الاسري وخاصه العنف ضد المراه. بعدين لازم نوصل لمحل يطلع قانون يحمي المرأة بلبنان لحتى يحذي حذو كل الدول الثانية، لأنه بلد حضاري مثل لبنان بعتقد لازم يوصل لمحل يقول لا ويكون في قانون يحمي المرأة. هل فعلا تكلفة إنتاج الفيلم عالية؟ منيحة منيحة تكلفة إنتاج الفيلم جيدة لنقدر خلصنا الفيلم. الفيلم من إنتاج مين؟ إنتاج سين 77 فيلمز ريتش انترناشونال. كثير في كمان سبونسرز بالفيلم من أمريكا، أي ستوديو، كل الناس مشاركين، كل هدول الناس هن سبونسرز للفيلم. قديش بتصنف حالك تيريتوبيا بين المخرجين بلبنان؟ عم بحسبهم كلنا نحن واحد. الاكسكلوسيف لليوم السكوب لميوزك نيشن، بدي اقول لهم انه اول ايفنت بتاريخ لبنان بيصير بهذا الشكل، بيشهدوا قصر اليونسكو، حتشوفوه هلا بعد ربع ساعة جوا بالصالة، انطرونا. ثانك يو لك. في هذه الأمسية الجميلة حيث سنشهد بعد قليل فيلماً باسم بيترويت، يعني بيروت ديترويت، تدمج إذن بين هذه الكلمتين. فيلم من إعداد وإخراج عادل سرحان.